طبعا اشمعنى بقى شوربة العدس؟ فيها طاقة عالية جدا. طبعا هي اولا تعتبر مصدر للبروتين النباتي، بتدي طاقة عالية جدا، غنية بالسيلينيوم، غنية بالزنك اللي بيرفع المناعة، البقول بشكل عام. ولكن شوربة العدس كمان بتتميز بطعمها اللذيذ وسهلة التناول. بتدخن ولا اي حاجة؟ احنا مشكلتنا في الاكل مش النوعية قد الكميات. صحيح. فطبعا نقول دي شوربه، يعني ما عارفه ما ناخدش بالنا شوربه. ما هو احنا كمصريين بنحط فيها بطاطس وبنحط جزر وبنحط كوسه، البطاطس الكتير فيها طبعا هتحط فيها شعريه، فبتحط فيها نشويات اصلا بالظبط زي استاذ احمد كده ما بيقول، وبيحمروا الشعريه بماده دهنيه طبعا، فده بالتالي بيرفع نسبه الدهون في الوجبه. الدهون احنا محتاجين مقدار منها ولكن ليست بالشكل الفظيع اللي احنا بنتناوله. من الحاجات اللي بتاثر على كفاءه الجهاز المناعي الدهون والمسبكات والحلويات والمخبوزات. كثرة تناولها وخصوصا في فصل الشتاء بتخلي المناعة ضعيفة، أي دور برد يجي لنا بسرعة. فإحنا بنقول في فصل الشتاء يا ريت يبقى الاتجاه للطبيعي أكتر، اتجاه للخضار، للفاكهة، للبقوليات الطبيعية. العدس أبو جب الجميل كمان لو دمسناه مع طبق سلطة نقدر نفطر بيه، من الحاجات الجميلة. من الحاجات كمان اللي غابت عن المائدة المصرية أستاذ أحمد الفول النابت. صحيح. يعني عايزه اقول لحضراتكم ان نسبه البروتين في الفول النابت خلال عمليه الانبات وبعد الانبات اكتر من نسبه البروتين اللي موجوده في الفول المدبس، وسهل الاعداد والتحضير وخفيف على المعده. مش موجود اصلا يا دكتور خلاص. نعم؟ يعني ما بقاش موجود اعتقد للاسف، حتى كمان البقالين ما بقاش في حد بيبيعه زي زمان. والله احنا نقدر نجيب الفول العادي وننقعه في ميه لمده 4 ايام مع تجديد الميه كل يوم لحد ما تظهر النبته فيه او ينبت، وبنجيب اناء ونضيف له ميه ونضيف له الفول مع بصلايه مع فص ثوم. حلو قوي على فكره، سهله الاعداد والتحضير لحد تمام النضج، ونقدر نغرفه عصره ليمون عشان ترفع من كفاءه امتصاص الحديد. بتبقى وجبه شهيه وخفيفه ومفيده جدا كمان لتلاميذ المدارس اللي بيمتحنوا دلوقتي، من الحاجات اللي بتساعد على التركيز والتحصيل الدراسي. فاحنا عندنا اكلات مصريه جميله، البصاره، الخبيزه، الحاجات دي كلها بتدي شعور بالطاقه وبالدفء.